وفي إطار الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة التطعيم ضد كوفيد 19 في البلاد والرامية إلى رفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، خصصت وزارة الصحة 5 مراكز صحية للرعاية الصحية الأولية لإعطاء لقاح فايزر بايونتك. بالفعل فاطمة، خصصت الوزارة مراكز الصديق والشعب ومتعب الشلاحي والمسائل والنسيم لإعطاء اللقاح وسط طاقة استيعابية تصل إلى 500 شخص في اليوم الواحد في كل مركز. المطلع على ملف سياسة التحصين والتمنيع في البلاد يجد فيه تحركاً عاجلاً غير مسبوق وسباق ماراثوني لرفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، هذا ما جسدته مراكز التطعيم الثابتة والمتنقلة. ولتوسيع قاعدة المستفيدين من لقاح فايزر، خصصت وزارة الصحة 5 مراكز صحية لإعطاء لقاح فايزر موزعة في مختلف المناطق الصحية. الطاقة الاستيعابية عندنا من 400 إلى 500 جرعة باليوم. وبالنسبة لطريقة الحفظ، طبعا لقاح فايزر لا طريقة حفظ معينة، لازم يكون في درجة حرارة جدا نازلة، ثلاجات مخصصة، هذه غالبا تكون في قاعة اللي هي أرض المعارض، ويبعثون لها لنا. طبعا تتخزن في الثلاجة العادية اللي هي 2 to 8 degrees لمدة تقريبا 5 إلى 6 أيام. جاءت هذه الخطوة لاستيعاب الشرائح الجديدة التي أقدمت على التسجيل عبر منصة التطعيم كالحوامل والمرضعات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عام، وسيتم تطعيمهم بلقاح فايزر خلال الأيام القادمة. الحين احنا فتحنا الباب التسجيل حق عمر 12 سنة إلى 16 سنة، الوزارة فتحت باب التسجيل وإن شاء الله احنا نبدي تطعيم فيه بشهر 8. وطبعا المستجدات الجديدة ان احنا فتح باب التسجيل حق المرضعات والحوامل، طبعا هو لقاح فايزر هو الوحيد اللي مفتوح لهم، واللي فوق اللي عمرهم فوق 65 سنة هم المفضل ان ياخذون لقاح فايزر مو اي لقاح ثاني. ثمن عدد كبير من المواطنين بالإجراءات وخطوات العمل المتبعة في مراكز التطعيم التي تتسم بالسلاسة والانسيابية الرامية إلى تحقيق المناعة المجتمعية. في استعدادات كبيره جدا داخل هذا المركز لاجراء التطعيم، وفي الحقيقه يعني مرت الامور جدا بسهاله، وانا ادعو جميع المواطنين في الحقيقه اتباع التعليمات في وزاره الصحيه اللي ترد من الدوله من اجل تحقيق المناعه الجماعيه في البلاد. واجهت حالات وفاه بسبب هذا الوباء من اهل قريبين لي، والله انصح الجميع ياخذه، واتمنى انهم ما يسمعون حق الاشاعات. الطاقة الاستيعابية لكل مركز صحي المخصص لإعطاء لقاح فايزر تصل إلى 500 شخص في اليوم الواحد. هذه الخطوة جاءت بهدف تخفيف الضغط على مراكز التطعيم المخصصة لإعطاء لقاح فايزر، مما يساهم في التوسع من وتيرة التحصين والتمنيع في البلاد للوصول إلى مرحلة التعافي بأسرع وقت ممكن. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.